السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن درس جديد، وهو درس خاص بالصيانة وأحد أدوات الكشف عن الأعطال، وهو كارت التستر. كارت التستر أنا بستخدمه في الكشف عن الأعطال، هو بالنسبة لي زي إيه؟ زي السماعة بتاعة الدكتور أو الطبيب اللي هو بيكشف بيها عن العطل، او هو زي العينية اللي ايه اللي بتشوف العطل، يعني مثلا العين اللي بتشوف العطل او العين اللي بتجيب الاكواد. كارت التستر ده وظيفته ان هو بيجيب الاكواد بتاعة الملف اي سي البايوس اللي هو بيبقى في البوردة بالشكل ده كده، او بالشكل ده وظيفته ان هو بيجيب الاكواد بتاعه ملف البايوس. اول ما البورده بتقوم الاي سي البايوس دوت بيطلع بيدي اكواد للقطعه كلها ويتاكد انها تمام 100 100، يبدا الايه البورده تفتح. لو في عطل في اي قطعه من القطع او اي دايره من الدوائر البورده ما بتفتحش. دي اول حاجه. لشرح سريع عن الكارت التستر، كارت التستر عباره عن مجموعة لمبات وشاشة ديجيتال للأكواد. مجموعة اللمبات دي هنا لمبة الخمسة فولت مكتوب تحت 5 فولت، ولمبة ناقص 12، ولمبة الزائد 12، ولمبة الزائد 5 فولت. دي لمبات الخاصة بالباور سبلاي، يعني لو الباور سبلاي مثلا فيه عجز في أي فولت من الفولتات ديت، فهتلاقي لمبة من اللمبات ديت إيه مش منورة، تعرف إن في عجز عندك في الفولت من الفولتات دي. وانا شارح قبل كده طريقة قياس الفولتات للباور سبلاي في القناة عندي، لو عايز ترجع وتشوف الفيديو من تاني. بعد كده في اهم لمبة عندي، وهي اساسا انا بعتمد عليها في كارت التستر، اللي هي لمبة الريزيت. في لمبات تانية اللي هي البايس والفريم ولمبة الكلوك. انا اللي اهم حاجة عندي لمبة الايه الريزيت. لمبة الريزيت ديت لو فضلت منورة على طول بعرف ان في مشكلة في دايرة البروسيسور، أو إن البروسيسور مش شغال، أو في حاجة في دايرة البروسيسور. بدل يعني هي بتنفع معايا في إيه؟ مركب كارت التستر ولمبة منورة، بدل ما أفك البروسيسور وأشوف وأعمل، هي مجرد مركب كارت التستر بتفضل منورة على طول بعرف إن العطل في دايرة البروسيسور. مجرد ما دايرة البروسيسور لو سليمة اللمبة دي بتنور نبضة كده وتفصل، ده الطبيعي. لكن لو فضلت منورة على طول بعرف إن في مشكلة في عطل الإيه؟ دايرة البروسيسور. ده بالنسبة لي كارت التستر. كارت التستر لو انت عايز تبقى محترف صيانة ما تعتمدش عليه اعتماد كلي، لازم بيبقى معاه وسيلة تانية برضو تشخص معاك العطل، وهي مثلا السبيكر او الصفارة اللي بتبقى بالشكل ده كده. السبيكر او الصفارة ديت دي اداة برضو كويسة جدا لتشخيص الاعطال، وخصوصا تشخيص عطل الرامات، وهنشوفها مع بعض دلوقتي. اول حاجة بنركب كارت التستر في مدخل البي سي اي بتاع البوردة زي ما احنا شايفين كده، هنركبه مع بعض. بعد ما نركبه هنركب مثلا الرامة ونتأكد ان الرامة ديت يعني الرامة بتاعتنا دي فيها مشكلة مثلا. هنركبه دلوقتي مع بعض بالشكل ده كده ونشوف عطل. هنركب الرامة مع بعض ونشغل البوردة ونشوف هتعمل ايه. كده ركبنا الرامة، هنشغل البوردة، هنبدأ نشغل البوردة بالشكل ده كده. هنلاحظ إن لمبة الريزيت نورت، وهيعيد تشغيل البوردة من تاني. هنلاحظ إن لمبة الريزيت نورت وطفت، وفولتات الباور سبلاي شغالة تمام كلها 100 100، مفيش أي مشكلة. لمبة الريزيت نورت وطفت تمام كده. المشكله دلوقتي ان هو واقف على كود السي 1، وهي ده احد اكواد الرامات. اكواد الرامات مختلفه، بتختلف من بورده للتانيه، ما هيش قاعده ثابته. يعني في الجيجا بايت مثلا ممكن تبقى سي 1، في ممكن في بورده اسمها الازرق ممكن تبقى دي 1. فالقوائم اللي يعتمد على اكواد الرامات مش قاعده ثابته. طب هو دلوقتي واقف قدامي على سي 1، ممكن انا اشك برضه اقول ممكن ايه الرامات، ممكن يكون شحن البايس. طيب ايه الوسيله اللي تاكد لي العطل؟ اللي هي الصفاره زي ما احنا قلنا. الصفاره ديت لما بستخدمها، الصفاره اللي معانا دلوقتي دي
دي أداة مهمة جدا لتشخيص الأعطال، وخصوصا في البرد الـ HB وعدد صفارات البرد الـ HB معايا. ما بعرف الصفارة الـ HB بتصفر، جهاز البردة بتصفر قد كام صفارة، بعرف العطل وأقدر أشخص العطل بالنسبة للـ HB. فهنا هنتكلم عن الجيجا بايت. الصفارة ديت لها مكان، في مكان للسبيكر في الجيجا بايت بالشكل ده كده. بركب ايه الصفارة عشان اعرف لو في صفارة رام او ما فيش صفارة رام. ما ممكن يكون اصلا ده مش عطل رامات، يعني ممكن يكون كود C1 دوت مش عطل رام، وممكن يكون عطل رام. ايه اللي يأكد لي الصفارة دي؟ فلازم وانا شغال اركب الايه الصفارة ومع الكارت التوستر، يبقى الاتنين مع بعض يدعموني وانا شغال في الصيانة. هركب الصفارة بالشكل ده كده في مكان السبيكر زي ما احنا شايفين هنا، مكان السبيكر كده، وهنشوف اهو ده السبيكر. تمام، نبدأ. زي ما احنا شايفين مجرد ما ركبت السبيكر عرفني، اداني صوت رمات بالشكل ده كده. زي ما ركبت السبيكر هنا اداني صوت رمات كده، اعرف ان ايه ان المشكله عندي في دايره الايه في دايره الرام، يا اما الرامه فيها مشكله يا البنك فيه مشكله. فهن طبيعي ان احنا ايه نمسح الرامه دي وننظفها، نركب رامه تانيه ونتاكد انها شغاله. وهنجرب مع بعض ونركب رامه تانيه ونقفل الجهاز. كده ركبنا رامة تانية مع بعض. هنجيب واجهة الشاشة الديجيتال بتاعة كارت التستر ونشوف البورد هتعمل معانا ايه. نوصل الباور سبلاي ونجرب ونشوف البورد هتعمل معانا ايه. هنشغل، هتبدأ الأكواد C1 عدى C3 26 وادى صفارة البورد، قامت زي ما احنا شايفين كده كود 26 وصفارة البوردة قامت زي ما احنا شايفين اهو. هنعمل ريستارت تاني ونشوف الكود مع بعض اهو. C1 عدى كود الرامات C3 والصفارة نقام. تمام، الصفارة دي اكدت لي ان كده البوردة قامت. هنعيد تالت عشان برضو اللي ما سمعش وما شافهاش اهي، واسمع الصفارة كده. تمام، اعرف ان كده البورده قامت معايا حتى من غير ما اركب ايه كابل شاشه. ده بالنسبه لي شرح لكارت التستر ومدعوم بالسبيكر اللي احنا قلنا عليها دي مهمه جدا. بالنسبه لي الاجهزه مشكله كارت التستر معايا انه في بعض البرد دي اللي ما بيشتغلش عليها، وفي برضو بعض البرد الاستيراد، فبعتمد في الشغل على الاجهزه الاستيراد على السماعه وعدد الصفارات بتاعت ال HB. زي مثلا ندي نموذج كده ان ال HB معروف لو 5 صفارات بيبقى عيب في دايره الرام او في الرامات، لو 4 صفارات بيبقى في عيب في الباور سبلاي، لو 3 صفارات بيبقى عيب في دايره البروسيسور او البروسيسور. فده بعتمد على الصفارات بالنسبه للاجهزه الاستيراد لو التستر ما اشتغلش معاه. فالتستر مش اداه اساسيه، لكن هو وسيله مساعده تساعدك ان انت هتبدا صيانه او كده هينفع معاك، مدعوم مثلا بالسبيكر اللي قلنا عليه، هيساعدك كتير جدا ان انت تبدا تفهم صيانه وتتعلم صيانه كويس جدا. في نهايه الشرح اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك والاشتراك في القناة، ونتقابل في دروس جديدة. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.